احنا دلوقتي جايين قدام مجلس الوزراء عشان بنطالب بحقنا وعايزين يبقى لنا حقنا. الراجل ده برضه شغال طالبنا 6 مضارب. اول حاجه تشغيل الشركه، طالبنا 6 مضارب. اول حاجه تشغيل الشركه بالفحم اللازم وكامل انتاجها. تاني حاجة الأرباح 16 شهر. تالت حاجة إقالة الباشمهندس محمد سعد رئيس الشركة. رابع حاجة إقالة الباشمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة. خامس حاجة عودة زمايلنا المنقولين من الشركة وإلغاء جميع الجزاءات التعسفية. سادس حاجة إقالة النقابة. هي دي مطالبنا. عندنا غاز الأكسجين بيطلع لجمهورية مصر العربية للمستشفيات. عندنا حديد برمي في الأرض بمليارات. سوق الإدارة عندنا هيخلي الحديد والصلب تسويق. الشركات اللي حوالينا كلها صرفت أرباحها. إحنا 16 شهر اتحددت من اللجنة العمومية. ليه مش عايزين يصرفوها لنا؟ وفي مناشير وشهور بيعملوا كده. إحنا عندنا الحديد والصلب بتوعها بإيد الحرامية اللي داخل الشركة. الناشد الفريق السيسي إنه يتدخل في الموضوع. أنت قلت العشير الحرامية. الحرامية موجودين لحد دلوقتي. هو ناشد الببلاو هو ناشد الحاج منصور انه يتدخل في الموضوع. الحديد والصلب بتنهار، قلعه الصناعات الثقيله في الدول العربيه والاوروبيه بتنهار. ليه؟ عاوزين نعرف ايه السر الوحيد اللي احنا لحد دلوقتي عمال الحديد والصلب ما صرفتش ارباحها لحد دلوقتي. احنا عندنا سوق اداره، عندنا حراميه في الشركه.